مساء الخير. مرحبا، انا كثير مبسوط انه هاي السنه حاطين اغاني وطنيه. السنه الماضيه طلعت على انا نانسي 10، كان والله شوي مشكور فيه. انا اسمي يوسف شويحات، الكل لما يسمع اسمي بيقول شويحات مادبه. عندي اعتراف، انا مادبوي مزيف. كل حياتي داخل مادبه 4 مرات وبس عشان اتعشى بحارة جدودي. بس مع ذلك انا فخور بالاردني، وانا كثير بتضايق من الشغلات اللي الناس بحكوها عن الاردنيه. الناس دائما بحكوا عن الاردنيه اننا شعب دش هيك، مع ان لباقه. هذا مش مزبوط. الشعب الاردني شعب صريح بحب الصدق. مثال شباب، اخر مره شفتوا واحد بقرب لكم، صاركم مش شايفينه من زمان. اول شيء رح يحكي لكم اياه مش كيف حالك، سمعنا عنك، لا، اول شيء رح يحكي لك اياه هو يا زلمه ليش نصحان؟ وك ليش مبخن؟ لا عفوا، تفكرني انه ما في عندي مراية بالبيت؟ مش فاهم انه عماله هيك مبسوط على حاله انه عم يعطيك هاي المعلومه المهمه اللي انت ما بتعرفها. بقول ليش البنطلون بطل يفوت فيه؟ بس هذه مش وقاحة، هذه صدق صراحة. الأردنية برتاحوا يسألوا بعض أسئلة شخصية نوعا ما. هلا أنا متجوز جديد، عريس يا جماعة. نفسي أفهم ليش كل مرة بحكي لكم هاي الشغلة الناس بزقفوا. هلا أنا بشع عن جد. إيش الكل بفكر إنه يسعد الله لقى واحد هيك تعمل فيه؟ نفسي مرة عصبية بس هيك واقف تقول يا الله راح علينا. المهم الناس بيسألوني أسئلة شوي هيك شخصية نوعا ما، إنه كيف الجيزة؟ أول 10,000 مرة بنسأل هذا السؤال، تمام الحمد لله ممتاز. ثاني 10,000 مرة ببتسم وهيك بعمل براسي يلا خلص خلصني القصة، بس بعدين خلاص زهقت. يا زلمة كيف الجيزة؟ يا زلمة عارف زي الزفت، ما بتتجوز، أنت طلق مرة. بعدين الناس كمان بيشبهوها بطريقة لسه هيك سرسرية أكتر، بتطلعوا علي إنه يوسف شو؟ كيف الجيزة معك؟ يعني أنا بحب الصراحة، بس كتير بتحب لو إني أنا مثلاً وقفت على باب المكتب لما داومت أنت الصبح وحكيت لك شو؟ رحت على الحمام اليوم الصبح؟ ارتحت؟ كيف؟ مش فاهم المنطق. شغلة تانية بلاحظها عن الأردنية إنه الناس بيحكوا عننا إنه شعب متهور، ما عم نحترم القوانين. مين هذا التليفون عم برن؟ يا جماعة والله في زر بيعمله سايلنت. أو بتقدر تطلع. حدا قدام هون. خلص اطفي يا زلمة، مش بناتنا. المهم، بيحكوا عن الأردنية إنه ما لنا دخل بالقوانين. بحكوا انه الأردنية هيك فوضويين، بس نحن مش هيك. الشعب الأردني يا جماعة مغامر. عشان هيك لما تشوفوا الشارع 4 مسارب وسيارات عمالة تقطع زي الصواريخ وفي جسر مشاة ولا واحد أردني على هذا الجسر، هذا عشان نحن مغامرين. الأردني بحب يتحضر مصاعب، واقف هيك بين السيارات ويرقص. ايوه السيارة بتفحط الزلمة، بيضرب البريك، بيزمر له، ايش بدك تعمل؟ بدك تدعسني؟ ادعسني! زلمة بدعس بنزين! هذا عشان سيدات وسادتي، الأردني إذا ما توفر عنده 4 أشياء بيعرفش يعيش. الأردني لازمه كاسة شاي أو قهوة، عزومة غدا، سيجارة، وخطر الدعس على الأليمة 2 مرات بالأسبوع. إذا ما توفروا هدول الشروط خلاص انتهى. أنا صراحة كتير بحب إني أسوق، لأنه أولاً بحب إني أمزح مع هدول الناس اللي بيقطعوا الشارع. هيك شوي كف الدم، ألز عليه شوي، أخير مصرفي فجأة، أدعس بنزين، أخمعه بالمراي. كف الدم، مزح أردني. بس كمان بحب أسوق عشان أسمع إعلانات الراديو الأردنية. عمركم لاحظتوا انه كل اعلانات الراديو بالاردن بيعملها زلمه واحد؟ ايش مكان الموضوع؟
نازي نستمتع بعروض الصيف، مع أورنج استمتع بعروض الصيف، مع أمنية ما حدش راح يسمعك عشان الشبكة تبعتنا زي الزفت، بس استمتع بعروض الصيف. إيش مكان الموضوع؟ مع بنك مع بطاقة فيزا من البنك العربي، مع أولويز بالأجنحة، دائما أشعر بثقة وأنوثة. أولويز بالأجنحة. أنا حاسس إن في زلمة هيك مكلبش بميكروفون تحت الأرض، بجيبوا له كل فترة هيك بفتحوا عليه الباب، يعطوه سيجارة فنجان شاي ونص، بحكوا له هذا بده يخلص الساعة 5. يا زلمة من شان الله، صار لي 5 أشهر مش طالع من هون، مرضى رح تطلعني. أنا بتضايق من هاي الشغلات لأنه أنا كمان بعمل إعلانات راديو، فدائما لما بدخل الاستوديو بكون هيك الإزاز وبكون على جهة ثانية المخرج، بشغل أبدأ هيك أحكي شغلة بطريقة طبيعية. أنا هنا مهرجان عمان للضحك، دعوا علي يا زلمة شو هذا؟ ما في حس، مش عمال أنام، مش حاسه، بزعل، أنا بعصب، ببدأ أتخوت. إيش يعني كيف بحب أعمل لك إياه عفوا؟ إرقن مهرجان عمان للضحك، بدق لي أستاذ. تصوروا قديش حياتنا بتكون تافهة لو إنه عن جد كل الشعب الأردني بيحكي بهي الطريقة. صباح الخير، صباح النور، كيف حالك؟ ألو جريدة الغد؟ مرحبا، أنا حابب أحط إعلان وفاء. حبيبي يسلم راسك، شكرا كثير، أعظم الله أجرك. تصوروا لو إنه صار في حادث، حادث سيارات، واحد دعم اللي قدامه، طلع زلمة معصب تحت باب السيارة، لخمة بهي الطريقة العصبية، بلف عليه أبوك على أبو اللي أعطاك الرخصة. ليش بتغلط يا حمار يا ابن الحمار؟ طبعا تقلب طوشة أردنية اللي هي عبارة عن نزل إيدك، لا أنت نزل إيدك، لا أنت نزل إيدك. لتنزيل إيده اتصل على رقم السيارة. أو زور موقعنا على الإنترنت www.نزل إيدك.جو. طبعاً كوننا هون بالأردن مجتمع كتير كتير صغير، رح يطلع هدول التنين بيقربوا بعض، فرح يصفي الموضوع بآخره إنه استنى شوي، مش أنت ابن عم فلان ابن علان عديل جوز أخت سليم؟ أيوة محمد؟ كيف حالك؟ يا زلمة زمان عنك. صح، بس اسمع قل لي شغلة. أيوة يا زلمة ليش نصحان؟ سيدات وسادتي شكرا كثير. انا يوسف سعدان.